رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي لاخبارنا المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج في الفقره اللي جايه. خطاب جديد من وكيل محمد صلاح للجبلية قبل معسكر النيجر. الجبلية تمنح محمد صلاح شارة قيادة المنتخب لإنهاء الأزمة. أجيري يطلب جلسة خاصة مع محمد صلاح لتهدئة الأجواء قبل مباراة النيجر. إصابة رمضان صبحي تثير قلق جهاز المنتخب. الروح المعنوية سلاح الاتحاد السكندري في موقعة الترجي. إدارة أنبي تطالب اللاعبين بحسم مواجهة الزمالك. 20 لاعب في قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز. إيس بوجبا يرغب في العودة لليوفنتوس للعب بجانب رونالدو. رونالدو يطلب اليوفنتوس زيادة طاقم الحراسة. بيكي يواجه عقوبة السجن. الاتحاد الأوروبي يؤكد وجود خطط لإنشاء بطولة قارية ثالثة. هنبتدي أخبارنا المحلية النهاردة من اليوم السبع. اليوم السبع كتب أن تلقى اتحاد الكورة خطاب جديد من رامي عباس وكيل اللاعب محمد صلاح خلال الساعات اللي فاتت، وتضمن الخطاب ده نفس المطالب السابقة، لأنه طبعا ما كتبش فيها أي تهديدات جديدة لاتحاد الكورة زي الرسائل السابقة، وده اللي خلى اتحاد الكورة يعيد التفكير والنظر في الرد على أن يتم طبعا إرسال خطاب للرد على رامي عباس خلال الساعات اللي جاية. طبعا كلنا عارفين مطالب وكيل أعمال محمد صلاح وإجراء أو عدم إجراء أي حوارات أو اتخاذ أي صور فوتوغرافية أو أي مؤتمرات، إن الاتحاد ما ياخدش يعني أو ما يتفقش على أي حاجة من الحاجات دي، ويتم العودة الأول لوكيل اللاعب، وكمان فرض حراسة خاصة للاعب من ساعة ما يوصل للمطار لحد ما يوصل للفندق، وتكون كمان معاه حراسة داخل الفندق ومعاه في الأوتوبيس، وكمان عدم إلزام اللاعب بأي متطلبات خاصة بالمنتخب إلا لما يرجعوا الأول لوكيله رامي عباس. كمان الأهرام سبورت كتبت أن استقرار المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على منح مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الحق في اختيار قائد الفراعنة. وكشفت كمان مصادر جوه مجلس إدارة اتحاد الكرة عن نية الجبلية أن هي تدي محمد صلاح المحترف طبعا في صفوف ليفربول الإنجليزي شارة القيادة في لقاء النايجر تعبيرا عن انتهاء الأزمة اللي حصلت ما بين الاتحاد ومحمد صلاح مؤخرا، وتكريما طبعا لمجهوداته العظيمة. كمان اليوم السابع قال ان طلب المكسيكي خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عقد جلسه خاصه مع محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني اول ما ينضم لمعسكر الفراعنه في برج العرب اسكندريه مساء يوم 3 سبتمبر ان شاء الله، عشان يهيئوا اللاعب نفسيا لمباراه النايجر المقرر ليها ان شاء الله 8 سبتمبر الجاي. كمان الاهرام سبورت كتبت ان بيتابع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الاول لكره القدم بقياده الدكتور محمد ابو العيله الاصابه اللي تعرض ليها رمضان صبحي المحترف دلوقتي في صفوف هدرسفيلد تاون الانجليزي، وطبعا اللي بسببها ابتعد عن المشاركه في المباريات الاخيره، وده اكيد اثار القلق عند جهاز الفراعنه. بيسعى دلوقتي الجهاز الطبي للمنتخب ان هو يعرف تفاصيل إصابة رمضان صبحي عشان يقدر يحدد موقفه من المعسكر في مواجهة النايجر ان شاء الله ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2019 المقرر ليها يوم 8 سبتمبر اللي جاي. كورة كمان كتبت او نقلت تصريح عن محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري اللي قال فيه إن فريقه هيعتمد على الروح المعنوي أو الروح المعنوية لما هيحل ضيف على الترجي التونسي إن شاء الله في إياب دور الـ 32 لكأس العرب للأندية الأبطال بكرة. وأضاف كمان عمر هنواجه فريق متميز يمتلك العديد من الخبرات وبيكفي إن هو حامل اللقب، لكن إحنا برضو هنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية نخوض المباراة بمعنويات عالية ومرتفعة، وأثق في إصرار اللعيبة على الفوز والدفاع
عن استمرارهم في البطولة العربية. كمان البوابة نيوز قالت إن شهد معسكر فريق أنبي الحالي مساندة ودعم كبير من إدارة شركة أنبي برئاسة علاء حجازي وبرضو إدارة النادي برئاسة علاء خشب، وطالب قيادة الفريق البترولي اللعيبة إن هم يركزوا ويلعبوا للفوز ويحققوا الهدف والحفاظ طبعا على حظوظ الفريق البترولي في المنافسة على الصدارة في ترتيب الدوري. كمان من الشروق قالت أعلن علي ماهر المدير الفني لسموحة السكندري عن قائمة الفريق واللي هتواجه إن شاء الله بيراميدز، وضمت القائمة 20 لاعب عشان يواجهوا بيراميدز: محمد أبو جبل، عصام ثروت، ياسر إبراهيم، محمود عزت، سيد فريد، رجب نبيل، محمود معاذ، أحمد منجا، إسلام صالح، محمود سيد، أحمد حسن، مكي حسام حسن، محمد حمدي، زكي أومد أوكري، وأمير عابد، ومحمود منصور، ديريك تسامبي، وتشليانجو، وإبراهيم عبد القوي، أو كمان شريف رضا. كمان إيس الأسبانية قالت في تقارير صحفية إيطالية إن النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عنده رغبة إن هو يرجع مرة تانية ويلعب لنادي السابق اليوفنتوس ويلعب جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأضافت الصحيفة إن علاقة بوجبا بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ازدادت سوء، وكمان قالت إن بوجبا لم يتمكن من الظهور بالمستوى الكبير في إنجلترا زي ما كان في إيطاليا، وقالت كمان إن بوجبا عنده رغبة إن هو يرجع مرة تانية لليوفنتوس عشان عايز يلعب جنب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الوفد الجديد في الانتقالات الصيفية من نادي ريال مدريد. كمان في الجول كتب ان كريستيانو رونالدو لا يشعر كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي بالامان التام في منزله الجديد في مدينة تورينو، وتقدم بطلب من نادي ان هم يزودوا طاقم الحراسة الخاص به. وكشفت صحيفة كوريري ديل سبورت الايطالية عن قلق كريستيانو رونالدو من موقع بيته الجديد في جراند مادري، ان هو شايف ان هو مكشوف جدا وسهل جدا ان اي حد يوصل له. وكمان قالت الصحيفه ان كريستيانو رونالدو طلب من اداره النادي ان هم يعينوا 3 حراس شخصيين على الاقل، واحد يكون مع والدته او مع مامته، واحد مع ابنه، والتاني يتولى مهمه حراسته او حراسه منزله. كمان سكاي نيوز قالت ان شرطة البلدية في مدينة برشلونة في شمال شرق اسبانيا ضبطت جيرارد بيكي مدافع نادي برشلونة وهو متلبس بارتكاب مخالفة مرورية صريحة، ورجال الشرطة وقفوا جيرارد بيكي بعد ما لقوه ماشي برخصة غير صالحة للقيادة بعد طبعا ما استوفى النقاط السوداء اللي موجودة في الرخص في اوروبا دلوقتي بنفس النظام طبعا اللي بتمشي بيه اوروبا. هو خلاص جاله 12 نقطة و 12 بوينت سودة، فده معناه ان هو ما ينفعش يسوق جوه اسبانيا او في اوروبا عامة. طيب كمان سبورت 360 قالت ان اكد الكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ان في خطط بتدرس حاليا عشان يعملوا بطولة قارية اوروبية ثالثة ابتداء من 2021. قال كمان ان البطولة دي هتتضمن وجود 32 فريق اللي هم برضو فشلوا ان هم يبلغوا دور او دوري ابطال اوروبا، وكمان الدوري الأوروبي، وهيتم تحديد المتأهلين وفقا لمعايير هيتم تحديدها مستقبلا. طيب نروح سريعا بقى لفقرة السوشيال ميديا نشوف معاكم ازاي نجوم الكرة سواء محليا او عالميا تعاملوا مع السوشيال ميديا في ال 24 ساعة اللي فاتوا. هنبتدي مع طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي نشر على حسابه على تويتر صورة من احتفالات وندوات ضمن برنامج عائلة النادي الأهلي، وعلق أهم ما في عائلة الأهلي: أهالينا ذوي القدرات الخاصة، ملائكة يمشون على الأرض، البطلة لينا إبراهيم. كمان محمد هاني نشر على حسابه وعلى انستغرام مجموعة من الصور ليه في تدريبات النادي الأهلي وكتب: حافظ على تركيزك على حلمك. نشر كمان مؤمن زكريا صورة للاعب بوكاماني واللي انضم لفريق سان داونز على تويتر وكتب: بالتوفيق.
نروح بقى لذكرى وفاة لاعب النادي الأهلي محمد عبد الوهاب. تعالوا نشوف إزاي نجوم الكرة والعاملين في النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي أحيوا هذه الذكرى. خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نشر على حسابه على تويتر تويتر وكتب فيها: ستبقى دائما ذكراك خالدة في قلوبنا يا من مات عاشقا للأهلي. كمان كتبت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الانستغرام الخاص بيها: الله يرحمك ويحسن إليك لن ننساك. كمان محمد تريكا أو أمير القلوب كتب على تويتر: ثمار الأرض تجنى كل موسم لكن ثمار الوفاء تجنى كل لحظة، رحمة الله عليك يا صديقي محمد عبد الوهاب كان نموذج للوفاء. كمان برضو أحمد فتحي نجم النادي الأهلي كتب على تويتر: الله يرحمك يا أغلى أصدقائي في أعلى مراتب الجنة إن شاء الله. نروح بقى لمحترفينا في الخارج. هنبتدي مع نجمنا محمد صلاح، طبعا كل الناس كانوا بيتكلموا عنه في اليومين اللي فاتوا دول، بعد كمان بالاخص حفله توزيع جوائز الافضل في اوروبا. نشوف بقى بعض اللعيبه والمحللين كتبوا ايه لمحمد صلاح. نبتدي مع حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره اللي نشر على حسابه على تويتر تويتا وكتب فيها: وجود محمد صلاح في قائمه افضل ثلاث لعيبه هو نجاح وانجاز في حد ذاته، الف مبروك القادم احسن ان شاء الله. كمان هيثم فاروق لاعب منتخب مصر السابق كتب على تويتر: شعور بالفخر وانت ترى محمد صلاح يجلس في مقدمة لاعبي العالم حتى وان لم يفز بالجائزة، هناك فارق كبير بين المدعو له من كل الشعب المصري وبين المدعو عليه، دمت لنا متألق يا ابن نجريج. وكمان كتب احمد فتحي على تويتر لمحمد صلاح: دايما فخر لينا يا صلاح، بالتوفيق في اللي جاي يا حبيبي. نروح بقى لصفحة بلاتشر فوتبول على الفيسبوك، واللي كتبت أو نشرت صورة من المدرجات أثناء مباراة ليفربول مع ليستر سيتي في البريمير ليج، ونشرت صورة للوحات من الجماهير مكتوب عليها لمحمد صلاح: عايزين التيشيرت بتاعك، وكتبت: الكل يريد تيشيرت محمد صلاح زي ما انت أو زي ما انتوا شايفين دلوقتي. كمان نروح بقى لعمرو وردة اللي نشر على حسابه على الانستجرام صورة ليه من التدريبات وكتب: لن أتوقف. كمان أحمد حسن كوكا نشر صورة من الانستجرام برضو الخاص لي من مشاركته في المباريات مع فريق أولمبياكوس اليوناني. نشر كمان كريم حافظ على تويتر صورة لي مع تريزيجيه وكتب: سعيد برؤية أخويا. نشر كمان حسين الشحات نجم العين الإماراتي على تويتر صورة لي من ماتش الإمارات والعين في الدوري الإماراتي وكتب: الحمد لله على المكسب والحمد لله على هدف وصناعة الهدفين والقادم أفضل بإذن الله. كمان حسين الشحات نشرت بقى صفحة رسمية لنادي العين الإماراتي على تويتر صورة لي من الماتش وكتبت: الجمهور يختار اللاعب حسين الشحات أفضل لاعب في مباراة العين والإمارات. طبعا كل التوفيق للاعبنا والمصري حسين الشحات، وأكيد طبعا لكل اللعيبة المحترفين المصريين. طيب نروح بقى للسوشيال ميديا العالمية، ونشرت 17 صفحة على الانستجرام ذكرى انتقال جاريت بيل لريال مدريد، وكتبت: في اليوم ده من 5 سنين ريال مدريد يجعل جاريت بيل أغلى لاعب في العالم بصفقة قياسية من توتنهام بلغت 100 مليون يورو سنة 2013، وفي 2018 بيل بقى بيمتلك 4 كؤوس لدوري أبطال أوروبا مع الملكي الأسباني. كمان نشرت صفحة ريال مدريد الرسمية على الانستجرام صورة مجمعة للفريق احتفالا بتراث الفريق اللي سيطر على جوائز الأفضل في أوروبا: راموس ومودريتش ونافاز. كمان احتفلت صفحة ليفربول على تويتر بذكرى أول مباراة ليهم وكتبت: في هذا اليوم عام 1892 ليفربول بيلعب أول مباراة في تاريخه. تعالوا بقى نشوف معاكم الفيديو اللي نزلوه ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. كمان نشر اللاعب كيليان مبابي على الانستغرام ذكرى انتقاله لباريس سان جيرمان، وقال كمان: من سنة واحدة أصبحت رسميا لاعب لباريس سان جيرمان. كمان نزلت صفحة بلاتشر فوتبول على الانستغرام صورة للانتقالات اللي حصلت في أوروبا تحت مسمى شباك الانتقالات وعلقت: مغلق. مشاهدينا دلوقتي معادنا مع فاصل سريع ونرجع معاكم، هنستقبل ضيفنا النهارده استاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره، خليكم معانا.